السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ميندكس، ده متخصص في البرمجة بدون كود. مش محتاج ان انت تكتب حاجة، لكن هو بيديك امكانية ان انت تربط العناصر ببعض. على سبيل المثال هتلاقي مثلا ان انت هنا مش محتاج ان انت تكتب كود، انت مجرد بس بتسحب العنصر هنا وتبدأ ان انت تربط بين العناصر. مثلا لما يحصل حاجة معينة اوتوماتيك يعمل حاجة تانية، تقدر ان انت تعملها كلاود سيرفيس، بحيث ان انت مش محتاج ان انت تسطب اي حاجه خالص. في برامج كتيره جدا هو بيتعاون معاها، انتجريشن معاها، كل دول بحيث ان انت تقدر تحصل على الداتا مثلا من اي مكان، وتقدر ان انت تسيف في اي مكان، او تقدر ان انت تعمل ابديت للشغل بتاعك من غير ما تعمل برمجه. هي كلها برمجه مرئيه، برمجه بدون كود، مجرد بس عندك الفكرة ازاي توصل الحاجات ببعض. مثلا اول ما ننشر حاجة على اليوتيوب او اول ما يحصل ابديتد، اوتوماتيك خد الملف دوت وابعت ايميل للناس، وخد نسخة ابعتها على الفيسبوك، وخد نسخة ابعتها مثلا على لينكد ان، وهكذا. فان شاء الله الموقع يعجبك.